تقع مقاطعة بومبيد التي يعود التاريخ إنشائها إلى سنة 1968 في شمال العصابة، تحدها من الشرق مقاطعة تام الشكر، ومن الشمال الشرقي مقاطعة تيشيت، ومن الشمال مقاطعة تجبجة، ومن الغرب المجرية وقرو. أما من الجنوب فتحدها مقاطعة كيفا، وتقدر مساحتها الإجمالية ب 12500 كم مربع. وتأسست مدينة بومبيد في الثلاثينيات من هذا القرن على المرتفع المحاذي لسد بومبيد الكبير المسمى الزيرة، حيث شيد باني السد بعض الدور التي لم يبقى منها صالحا للاستعمال إلا القليل. وبومبيد والمناطق المحاذية له مؤهلة لاستقطاب السياح الأكثر لأكثر من سبب، حيث تعد من أقدم مدن المنطقة وبها معالم سياحية، عدا كونها بوابة أوكار مؤدية إلى المجابات الكبرى. وتضم مقاطعة بومبيد ثلاث بلديات، هي بلدية بومبيد المركزية وبلدية لفطح وبلدية حسيطين.